القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة البنين، أهلا بكم ومرحبا مع الحلقة الثالثة من حلقات مراجعة دروس اللغة العربية. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتناول مراجعة شاملة على النصوص التفسيرية، وذلك من خلال الإجابة عن أحد الاختبارات. فتعالوا بنا لنقرأ معا هذا النص. اقرأ نص ضعف اللغة العربية لماذا وإلى أين، ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. لا يخفى على كل غيور أن اللغة العربية تقاسي الآن حالة من الضعف والركود، وهذا ما دفع محبيها إلى التساؤل: لماذا هذا الضعف وإلى أين؟ ونعلم أنه منذ إعلان منظمة اليونسكو يوم 18 من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للغة العربية، أصبحت اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية التي تحتفي بها منظمة اليونسكو ضمن برنامج احتفالات المنظمة السنوي. ولا شك أن ذلك يرجع إلى أهمية اللغة العربية ودورها وإسهامها في حفظ الحضارة ونشر التكنولوجيا. وقد أرجع الباحثون ذلك الضعف الذي أصاب لغتنا الجميلة إلى أسباب عديدة تتمثل فيما يأتي. أولا، الجامعات والمدارس الأجنبية التي يتعلم فيها أبناء الوطن تجعل اللغة الأجنبية هي لغتها الأولى، وذلك على حساب اللغة العربية الأم. وهذا ما يسبب خروج أجيال لا تعرف شيئا عن العربية، ومنهم من لا يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. ثانيا، ضعف ثقافتنا العربية بين الثقافات الأخرى، حيث إن مستوى الثقافة الذي توفره الدولة لمواطنيها يؤثر في مستوى اللغة في المجتمعات. ثالثا، المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار هذه الظاهرة، فعند مشاهدة أي قناة فضائية عربية اليوم والاستماع إلى حوار ما، تجد قلة تحاول الحفاظ على الحديث بلغة عربية سليمة، وكثرة يتحدثون باللهجات العامية. رابعا، معظم الحكومات العربية لا تشجع أبناءها على تعلم اللغة العربية، بل إننا نجد زعماء لهذه الدول يتكلمون بغير لسانهم. وصفوة القول ينبغي أن يؤدي كل منا دوره. الحكام يتحدثون بلغتهم حتى يحوزوا احترام شعوبهم والعالم. إضافة إلى ذلك، لا بد من إعداد وتدريب القائمين على تعليم اللغة العربية، كذلك علينا إعداد
مناهج عالية الجودة تكون على رأس أولويتها الارتقاء بلغة القرآن وتكريم أهل البيان. فضلا عن ضرورة سن قوانين تلزم الجميع بتدريس اللغة العربية، وبذلك نكون قد وضعنا لغتنا على الطريق الصحيح لتعود لها صدارتها، تصول وتجول في المحافل الداخلية والخارجية بآدابها وإبداعها فنا وشعرا ونثرا. تعالوا بنا أعزائي الطلاب إلى السؤال الأول. السؤال الأول يقول: أي الجمل الآتية حوت كلمة مقتردة؟ أي الجمل الآتية حوت كلمة مقتردة؟ والكلمة المقتردة أعزائي الطلاب هي كلمة أخذت من لغة أجنبية، مثل الكمبيوتر، التلفزيون، الفاكس، تاكسي وهكذا. فتعالوا بنا لنقرأ هذه الجمل لنرى ما الجملة التي حوت كلمة مقتربة. إذا نظرنا إلى هذه الجمل فسوف نجد أن الجملة الأولى هي التي اشتملت كلمة مقتربة وإسهامها في حفظ الحضارة ونشر التكنولوجيا. لا شك أعزائي الطلاب أن الكلمة المقتردة هنا هي كلمة التكنولوجيا. إذن الإجابة ألف. السؤال الثاني: علينا إعداد مناهج عالية الجودة تكون على رأس أولويتها الارتقاء بلغة القرآن، ما سبب رسم همزة كلمة رأس بهذا الشكل؟ أي ما سبب رسم همزة كلمة رأس على الألف؟ إذا أردنا أن نعرف سبب رسم الهمزة فعلينا أن نحدد حركتها وحركة ما قبلها. إذا أردنا وضع الحركة على الهمزة هنا رأس فسوف نجد أن حركتها السكون رأس، وأن حركة ما قبله حرف الراء الفتحة. إذن الإجابة ستكون لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، وهي الإجابة الأولى. السؤال الثالث يقول: حتى يحوز احترام شعوبهم واحترام العالم بأسره، ما الجملة التي حوت مرادفا لكلمة بأسره؟ بأسره يعني جميعه. إذن ما الجملة التي حوت مرادفا أي معنى كلمة بأسره كما وردت في الجملة السابقة؟ تتمتع أغلب الدول العربية بثروات طائلة، أهي أغلب؟ يفضل كثير من الشباب لعبة كرة القدم، كثير؟ يدعون الإسلام إلى التمسك بجميع الفضائل السامية، أهي جميع؟ تسعى معظم الدول المتقدمة إلى التعاون مع جيرانها، معنى بأسره هنا جميع. العالم بأسره يعني جميعه. إذن الإجابة أعزائي الطلاب سوف تكون جيم، يدعون الإسلام إلى التمسك بجميع الفضائل السامية. السؤال الرابع: من سمات مفردات النص أنها جاءت، وهذه من الأسئلة المهمة التي تدخل في الاختبارات. من سمات مفردات النص أنها جاءت، أهي أدبية خيالية يغلب عليها الخيال؟ أهي فلسفية معقدة فلا نستطيع أن نفهمها؟ أهي علمية تتناول موضوعا علميا وتناول مصطلحات علمية؟
أم هي تربوية؟ تريد أن توجه نصائح تربوية لنا؟ إذا دققنا النظر في لغة النص وفي مفردات النص فسوف نجد أن الإجابة هنا أعزائي الطلاب دال، وهي تربوية متخصصة. السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول: ما الفكرة الواردة في مقدمة النص؟ علينا أعزائي الطلاب لكي نجيب عن هذا السؤال أن نعود إلى المقدمة وأن نعيد قراءتها مرة أخرى. إذا عدنا إلى قراءة مقدمة النص مرة أخرى فسوف نجد أن الإجابة هنا سوف تكون معاناة اللغة العربية من الضعف، وهي الإجابة ألف. السؤال الثالث يقول: ما مظاهر تأثر النص بغرض الكاتب؟ لا شك أعزائي الطلاب أن غرض الكاتب هو تقديم تفسيرات لهذه المشكلة. هذه المشكلة ضعف اللغة العربية، الكاتب يريد أن يحدد التفسيرات، أن يبين لنا التفسيرات، الأسباب، ما الأسباب التي أدت إلى ضعف اللغة العربية في واقعنا الحالي. هذا هو غرض الكاتب من النص، أن يقدم إلينا تفسيرات. إذا ما مظاهر تأثر النص بغرض الكاتب؟ أهي توظيف الحوار والوصف؟ هل الكاتب وظف الحوار والوصف؟ توظيف التفسيرات المختلفة للظاهرة، الكاتب تحدث عن التفسيرات المختلفة لمشكلة ضعف اللغة العربية. توظيف الحجج والأدلة النقلية والعقلية، هو ذكر آيات من القرآن الكريم وذكر أدلة عقلية. توظيف أساليب الأمر الدل على التحذير، هل هو وظف الأمر ليحذرنا من شيء؟ إذا عندما ندقق في هذه الاختيارات وفي هذه الأبدال الأربعة فسوف نجد أن الإجابة سوف تكون في باء، توظيف التفسيرات المختلفة للظاهرة. السؤال السابع: لماذا غلب الكاتب الأسلوب الخبري على النص؟ إذا أعدنا قراءة النص مرة أخرى فسوف نجد أن الكاتب قد استخدم الأسلوب الخبري بكثرة، فقد غلب على النص الأسلوب الخبري. والأسلوب الخبري أعزائي الطلاب هو الذي يمدنا بخبر يمكننا أن نحكم عليه بالصدق أو الكذب. عندما أقول تفوق الطالب، هذا الأسلوب الخبري، فيمكننا أن نحكم عليه بأنه صادق أم كاذب. من الممكن أن يكون الطالب قد تفوق فهذا صادق، ومن الممكن أن يكون الطالب ليس متفوقا أو لم يتفوق الطالب، عندئذ يكون الخبر كاذبا. إذا الكاتب غلب الأسلوب الخبري لماذا؟ تكون الإجابة لتأكيد أن اللغة العربية تتعرض إلى الضعف وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل إنقاذها، كذلك ليؤكد الكاتب التفسيرات التي قدمها لنا من خلال هذا النص. السؤال الثاني يقول: أي التفسيرات ربطها الكاتب بالعملية التعليمية؟ لا شك أعزائي الطلاب عندما ندقق القراءة في النص فسوف نجد أن الإجابة ستكون التفسير الأول. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون
قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، والتي تناولنا فيها مراجعة شاملة على الوحدة التفسيرية، وذلك من خلال الإجابة عن أحد الاختبارات. وإلى الملتقى، تحياتنا نحن قسم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة البنين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.